دوك نبدا في المونتاج تاع طاجين جبن تاعنا. هنا واش عندي؟ عندي لهنا ربع حبات تاع البيض. انا البيض تاعي لهنا متوسط، حطيت 4، ولا كان كبير تقدري ديري 3. هنا عدد البيض ما يهمش كيما تحبي ديري. الدجاج تاعنا راني صفيتو، قليت لهنا شويه تاع بطاطا. دوك نخلطو كل حاجه، وطبعا لازم لنا الفرماج النوعيه اللي تحبيها ديريها. احكمي هذاك الدجاج تاعك، حطي فوق الفرماج لا كونتيتي اللي تحبي ديري. بما انه طاجين جبن انا راح نحط شويه لهنا، ومن بعد كي نحط الخليط في البيراكس تاعي نزيد شويه. زيدي عليه الحبات تاع البيض هادو، زيدي عليه بطاطا لا كونتيتي اللي تحبي انت ديريها حسب افراد العائله تاعك، كيما تقدري ما تكثريش منها. زيدي زوج مغارف تاع لا شابلور، وهنا تقدري تزيدي لا ليفور اللي تحبوا يجيها منفخ مليح. وحكمي دوقا لا لوش تاعك، وحطي زوج تاع لي لوش تاع المرقه هذيك تاعنا اللي طيبنا فيها الدجاج. زوج حطيهم دوكا، واحد ولا زوج خليهم، ومن بعد كي يطيبوا يكمل اسقيه به. خلطي كامل هذه المكونات مع بعض، احكمي بيراكس تاعك وحطي الخليط فيه. هنا تقدري تزيدي المعدنوس كيما تقدري تسترني عليه، انا نحب نزيدو يعطي بنا خاصة تاني. وطبعا انا الملح لهنايا الملح ما نحبش نزيد باسكو الفرماج راهو مالح، والفلفل الكحل تقدري تزيدي شويه هنايا. فوالا خلطي هذا الخليط هكذا مليح وحطيه في البيراكس تاعك. وهنا تزيدي الفرماج لداخل. بما انه طاجين جبن تقدري تكثري الفرماج كيما تحبي، وكيما تقدري تنوعي في انواع الفرماج اللي عندك. تقدري تشري انواع عديده وتحطي فيه. انا هنايا اكتفيت غير بنوع واحد، وندير فرماج روج من فوق، نرابيه من فوق. كيما قلت لك دوكا حطيه يطيب، كي يطيب ويكمل زيدي سقيه. اللي يحبو ناشف بزاف ياكلو هكا، ولي حبو طري انا نحبو طري نزيد نسقيه. كي يخرج نسقيه بإين لوش ولا زوج بلاصوص هذيك اللي طيبنا فيها الدجاج. هاوليك الكراتان تاعي بعد ما طاب كيما قلت لكم، هاوليك دوكا راني خرجتو دوكا هو سخون هكا بيكي. دوك تحبي تاكلي هكذا انتي والشوا تاعك، كاين اللي يحبوه ناشف كاين اللي يحبوه ماشي ناشف. بيكي شويه هكذا وزيدي سقيه. هاوليك هو سخون صغير. هكذا ديري له إين لوش وخليه ولا زوج كيما تحبي نتيا.
خليه يشرب كومبليتمون دوكا، عاودي رجعيه الفور شويه يشرب، نحيه وقدميه لافراد العائله تاعك. عاودي الطاجين جبن تاعنا بعد ما طاب وخليته برد شويه، انا هنا بديت نقسم فيه ومن بعد فكرت باللي ما قدمتوش، دوك نقدمه معكم شوفوا كيفاش يخرج ما شاء الله. وشنو انا لهنا حمرته شويه بزياده، نتوما ما تخلوش حتى يحمر لكم هكذا بزاف. هاوليك راني قسمت ديجا لهنا ان مورسو، دوك نوريكم كيفاه جا. هاوليك شوفوا كيف يخرج ما شاء الله، طاجين شبابي بزاف وبنين. وكما قلت لكم تقدروا ديروه في السيليكون بالطرق الحديثه اللي راهم نديروا فيها دوكا المبتكره كما نقولها هنايا، كما تقدروا تخلو هكذا سامبل على اصوله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها الافراد العائله تاعكم والاخوات اللي طلبوها مني. هذه هي طريقتي، ما بقى لي غير نقول لكم ديروا لنا جيم لا فيديو، اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد بالضغط على الزر الأحمر ثم الجرس، وبارطاجيو هاد الوصفات مع الأصدقاء والأقارب. إلى اللقاء في فيديو واحد آخر إن شاء الله.